بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني جميعا، أهلا وسهلا. اليوم ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمي بنسبة تقريبا 1%، وفي نفس الوقت أيضا انخفض سعر الدولار الأمريكي. معنى ذلك أن الذهب هيبدأ يرتفع، حتى العقود المستقبلية للذهب، يعني في ناس بتشتري الذهب بعد 3 شهور 6 شهور بيضع سعر، الأسعار العالمية بعد 3 شهور إن الذهب سيرتفع. وأيضا زي ما أنا قلت لحضراتكم، في نفس الوقت الدولار انخفض على المستوى العالمي. معنى كده إن اليورو هيرتفع، معنى كده إن الذهب هيرتفع، معنى كده إن الدولار هينخفض في الفترة المقبلة. احنا منتظرين التقرير بتاع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، اللي هو زي البنك المركزي في مصر، اللي بيضع اسعار الفايدة او بيحدد ما يعرف بالسياسة النقدية. والسياسة النقدية مهمة جدا عشان استطيع ان انا اكافح او اسيطر على التضخم. داخل الولايات المتحدة الامريكية بيرفعوا اسعار الفايدة عشان يكافح التضخم. فلما بيرفع اسعار الفايدة الناس بتقبل على الدولار والذهب سعره يرخص. لكن الآن الناس بدأت تعاود مرة أخرى شراء الذهب. ليه؟ لأن هناك قناعة إن في أمريكا التضخم بدأ ينزل، معنى كده إن الحكومة الأمريكية مش هترفع الفايدة تاني، معنى كده إن اللي هيشتري ذهب من الآن هيقدر يحقق فوائد فيه. ده بالنسبة للمستوى العالمي. في بلادنا العربية، لو أنا في السعودية أو في الإمارات أو الكويت أو قطر، هيلاقوا سعر الذهب أيضا عندهم سيرتفع. في بلد زي مصر ممكن تفاجأ جدا جدا، او الاصل يعني الاصل ان الذهب ايضا يرتفع في مصر، لكن بحكم ان الذهب في مصر هو مشتق من الطلب على الدولار، بمعنى ان لو الدولار غلي الذهب هيغلى في مصر حتى لو كان في اسعاره في العالم ارخص. يبقى ببساطة جدا المستقبل الان في الفترة المقبلة لاسعار الذهب انها ستعاود الارتفاع مرة اخرى. في بلاد زي مصر عنده مشكلة في الدولار لا تستطيع انك تتنبأ. فاحنا حتى الان منتظرين سعر الدولار سيصل الى كام في بلد زي مصر. اذا استقر سعر الدولار في بلد زي مصر اقدر اتنبأ باستقرار سعر الذهب اصابه. لكن الذهب في مصر الان تقريبا الجرام، تقدر تقول ان الجرام الذهب في مصر الان تقريبا وصل قرابة مثلا يمكن 1660 جنيه تقريبا، اللي هو عيار 21. فالوضع ده لو ان الاسعار العالمية عودت الارتفاع مع وضع استقرار الدولار في مصر. الان احنا شاهدين تقريبا الدولار ما طلعش لفوق، فممكن نقدر نقول ان هناك توقع خلال 3 شهور ان الذهب يرتفع مرة تانية. يبقى الأمر في البلاد اللي مستقر فيها أسعار عملاتها زي السعودية، قطر، البحرين، الإمارات، الأردن، الجزائر، المغرب، كل هذه الدول الفترة المقبلة الذهب هيرتفع فيها. ومش كده بس، خلال كمان الثلاث شهور الجايين لو أنا عايش في أوروبا ومعايا يورو، اليورو بتاعي قيمته هتبدأ ترتفع. فأنا كنت موصي كثير من الشباب إن معاهم يورو ان هو يحافظ على اليورو، لان اليورو فعلا قيمته هتبدأ ترتفع في الفترة اللي جاية. اللي معاه دولار في بلاد الغربية او في اوروبا او في السعودية والخليج ما عندوش اي مشكلة، حتى الانخفاض في الدولار سيكون انخفاض ضعيف، يعني مش هيتجاوز 1% من قيمته في الفترة الجاية. لكن بالنسبة للي معاه يورو، طبعا احنا قلنا حق مكاسب كويسة جدا خلال الفترة المقبلة، لكن بلد زي مصر معاه دولار يحافظ عليه، اللي معاه ذهب يحافظ عليه، لأن زي ما قلت لحضراتكم الفترة المقبلة احنا حتى الآن ما نقدرش نتوقع للدولار، لكن نقدر نتوقع للذهب إن مصر خلال الفترة المقبلة سيرتفع ثمنه مع ارتفاع السعر العالمي. طبتم ويا رب تكونوا بخير، وإحنا بنسعد بأسئلتكم اللي أنتم بتبعتوها، وإخواننا في إدارة القناة ستتواصل مع أسئلتكم بتبعتها لي بكل شيء إن شاء الله. دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.